نزلنا على جنينة أنتورك وناطرين سيلين تقلنا شو في شباب وصبايا. عندي إعلان تاني لكم إياه. أنتم بتعرفوا نحن قديم نحبكم، أوكي؟ مقدمة وقديم نوثق بقدراتكم. خبرينا شو بدنا نعمل؟ هذا الأسبوع بدنا منكم كلكم سوا مع بعضكم تكتبوا تخرجوا وتمنجوا غنية. هتكون فضيحة كبرى. بدكم تعملوا هيدا الشيء لحتى نخبر شوي بطريقة مهضومة عن عمل الخير والجود ديدز. كل واحد منكم عنده تاسك ولا شغلة معينة لازم يعملها. جنان ومحمود، انتم مسؤولين عن كتابة الغنية. ليه انا محمود؟ باللغة العربية. يعني محمود. ايوه ليه انا محمود؟ ليه هو شاعر؟ انا ليه؟ ايه وانت كوميديا وهي شاعر، فمع بعضكم رح تطلعوا بأغنية بغنية كثير حلوة. الشمس والقمر المفروض يشتغلوا مع بعض. بتفهمش ازاي؟ ليه بدنا نقتل بعض انا ومحمود؟ ان شاء الله محمود ما يقتلها لجنان. جنان ما ابغاك، يعني ما ابغى تقيدنا باللي انا وانا وانا وانا، لان بتتعبنا في الاغنيه هذه. الله يسترنا. نور عبد وراشد اخراج الفيديو. ممكن هذه الفرصه انا نور اسوي شيء مره حلو، لان هي تصويرها حلو وانا ممكن في الاخراج، لاني جربت الاشياء هذه، ممكن يعني بفيدهم في الاشياء هذه. اعتقد راشد صعب الواحد يشتغل معه من ناحيه انه هو دائما بده الشيء ينعمل مثل ما هو بده اياه. ان شاء الله ما نختلف مع بعض مشان يطلع الفيديو حلو بالنهايه. زاهد ونور الدين منتجت الفيديو. انا فرحان، انا احب اسوي مونتاج، اعتقد اكثر شيء اتسلى به بالفيديوهات هو المونتاج، بس اول مره امنتج خلينا نسميه فيديو كليب، فما اعرف، خلينا نشوف شو يصير. سمر جماليات الفيديو، يعني انت بدك تنقي وين بده يتصور، شو بدهم يلبسوا، الميك اب تبعولهم، شعراتهم، هذا كله مسؤوليتك انت. هيدا الشيء كثير حبيته، انا رح اكون انا مسؤوله عن هذا الشيء. سمر محطوطه في الجماليات يا اما حاجه من اثنين، يا اما علشان هي ويلنس وصحه وكده، او يا اما هم ما لقوش حاجه يحطوها فيها فحطوها بالجماليات. الغنيه رح تكون بالفصحى ولا بالعاميه؟ مثل ما بدكم، بالعربي مثل ما بدكم، مهم انه كلكم تقدروا تغنوها بطريقه مهضومه تحفيزيه. اكيد. محمود انا ممكن يكون ستايل الكتابه بتاعي مختلف تماما عن ستايل جنان. منشن هيك بدك تقعدوا سوا وتكتبوا سوا، مش انت تكتب شيء وهي تكتب شيء، تقعدوا سوا وتكتبوا سوا، وانا اكيد رح تطلعوا بشيء كثير مهضوم وكثير حلو. في فرق، هو في بلاد ما بيننا، احنا في سفر، هي اتجاه وانا اتجاه تاني خالص، هي حزين وبيغلب عليه المشاعر يا حزن وكده، وانا لا، انا فرايحي حاجه فيها، فرايحي حاجه فيها طاقه. محمود اسلوب ما انت حلو، يعني هو يسمع اغاني راب واغاني جديده، جنان احسها تسمع اغاني من العشرينات وانا لست لهم، والله ما اعرف شو راح يصير. هل ضروري كلنا نطلع في نفس الفيديو في نفس اللحظه ولا كل واحد يصور نفس الحال؟ لا لا لا، فيكم تصوروا، مهم انه كلكم تطلعوا بالفيديو، فيكم تصوروا كلكم عم تغنوا مع بعضكم ولا واحد عم يغني ورا الثاني ورا الثالث مثل ما انتم بدكم، بس كلكم بدكم تطلعوا بالفيديو. هل لما نكتب الأغنية برضو مدتها تكون دقيقة ولا؟ مظبوط، دقيقة. في شغلة بعد بدي لكم إياها، إنه رولا قادري رح تجي وتساعدكم فيها للغنية. آه نايس. أوكي؟ ممتاز، ما في أحسن من رولا ممكن يساعدنا بهيك موقف. أمر بزاف شباب وفكرة بزاف شابة، نعاودوا نتلاقوا بيها ونعاودوا نخدموا معاها. جود لك، بليز اعملوا أغنية كثير حلوة، تكون هيك محفزة وتكون إيجابية كثير. Let's sing. دوكا الوقت باش نروحوا نشوفوا شنو راح نديروا في الاغنيه هذه، والله يجعل خير. هذه تجربه الصراحه جدا جديده بالنسبه لي، ومتاكد انها جديده بالنسبه للثانيين، فحتكون جدا حلوه.
هاي جايز، اسمي وسام كمال، انا ستاند اب كوميديان ومخرج. بلشت ستاند اب كوميدي حوالي بال 2009، كان عمري 17 سنه. متحمس جدا جدا علشان اقعد اتكلم معاه، خاصه ان احنا اتنين كوميديانات بس ثقافتين مختلفتين تماما، فاشوف التفاعل ما بيننا هيكون عامل ازاي. من 8 سنين كنت عم بعمل شو بمسرح، وانا عم بعرض كان العالم مبسوطين عم بيضحكوا، فبوصل لمرحله انه انا عم بطلع على الجمهور بلاقي في بنت عم تضحك، بستغرب بقول انه كيف عم تضحك هلا. ليه استغربت؟ لانه هيدي البنت صم ما بتسمع. فنزلت لعند اصحابها قلت لهم انه كيف هي عم تسمع، قالوا لي انه تبرم لعندك تقرا شفافه، بس وقت ابرم لتاني ميله هن بيترجموا لها بالاشاره. انا هون ماشي تدمرت ليلتها، يعني انه كنت عم فكر انا بعدني مبلش وكيف بدي اعمل وشو ليك بلش طلع بوجهي، كيف فيني احسن بالموضوع. فمن ليلتها قررت انه حاتعلم لغه اشاره وحاعمل شو حصريا للصم، ستاند اب كوميدي. كثير لفتني هالموضوع انه لغه الاشاره كثير شيء صعب بنفس الوقت عميق. رحت تعلمت لغه اشاره على امل باخر السنه حيكون في اول شو ستاند اب كوميدي بلغه الاشاره اكسكلوسيفلي للصم بلبنان. هذه مبادره بزاف مليحه، ونظن باللي قليل ربما اللي يفكر فيها، الى ما قلت حتى واحد ما فكر فيها. اعطانا بزاف افكار عن كيفاش نطرقوا للموضوع تاع هذا الاسبوع. انا ليش ما فيني افتح نادي وخليه يكون هيدا النادي مصمم ومجهز للاشخاص اللي عندهم اعاقات معينه؟ فغريبة لهلا ما صار عندنا هيك شيء بالوطن العربي، فعطاني فكره من الافكار اللي انا ممكن نفذها بالمستقبل. كيف انت ما تعبر ما تخلي اي فيديو بالنسبه لفيديوهاتنا ما يكون يبين انه انا دا اسوي شفقه او انه انا دا اسوي خدمه لمجرد يعني ما هو انا ما قلت انه انا عم بحس معهم للصم، عرفت كيف؟ انا قلت لهم ليكم من الاخر عندي حلم يلي اعمل هذا الشو، وهذا هو الموجود. انتوا عرفتوا هلا شو عم بيصير، هذا التحضير هلا عم بيتحضر، اخر السنه حيكون في شو. خلصت. وسام علمنا انه ما في شيء صعب في الحياه، ما في شيء مستحيل، لسه في امل وتقدر تصنع الشيء وتقدر تسويه. الفكره دلوقتي ان العمل الخيري غالبا بيغلب عليه طابع العواطف، وانا مطلوب مني ان انا اعمل عمل خيري بيغلب عليه العواطف، وفي نفس الوقت لازم الفيديو يكون بيضحك. اوكي. فانا حاسس ان انا موجود في نقطه. لا لك شغله، ما انت بالنهايه كوميدي بحد ذاتها هي شغله عواطف. فانت وقت تشتغل كوميدي مينلي بتكون عم تحكي مع العالم، عم بدق بعاطفتهم وبذكائهم بنفس الوقت. فاذا انت ما شغلت هذا الشيء اللي عم تحكي عنه قبل شوي ما حتوصل للضحكه اللي بدك اياها. مثلا اذا بدي احكي عن اي توبيك مثلا السير، حقول لك انه نحن لازم نحب بعضنا ونحن لازم هذا معلم ما حتضحك. بينما اذا انا بالموضوع اكزاكتلي بينما اذا انا جيت قلت لهم انه السير شيء كثير مش منيح وبعصب وانا بحسسهم انه هذا الشيء ريليتبل، اوكي ساعتها هون اوكي هذا الشيء انا كمان عم بعيشه. بس انا لو عملت كده هبقى خرجت بره السيم اصلا، لاني هبقى ساعتها اتكلمت عن الموضوع بس ما عملتش عمل خير زي ما مطلوب. ما هو ذاتس وير يور كريتيفيتي بتجي. يعني نحن كمان انه لازم نفكر بالاشياء اللي كانت تصير معنا قبل او اللي عم تصير معنا هلا، ونطلع انه بشيء يكون يفيد غيرنا ويعني ويفيدنا، لانه الشخص اللي عم يعمل منيح كمان هو بيستفيد نفسيا. اهم ما شغله وقت تجوا تطلعوا بفكره هو انه تسالوا اسئله يلي هي انه طب ليه هيك؟ طب ليه مش هيك؟ هلا اذا طلع بوجهي هذا الشيء انا وانا بنيوز فيه تبعولي، اوكي هل حاكبس كبسه شير؟ فاذا جوابكم كان ايه you have good content. يعني كثير اسالوا اسئله لانه ما بدكم توصلوا لمرحله تكونوا مثل غيركم. انه نلتقي كل جمعه بالاشخاص يلي لهم علاقه بالموضوع مثل وسام كثير مهم لنا، لانه هيك بنشوف يعني كيف طريقه تفكيرهم، يعني كيف هن وصلوا ليعملوا عمل خير، ونحن كيف فينا بدقيقه واحده نقدر نوصل المسج تبعهم. جود لك، ان شاء الله تكونوا عم تعملوا الشيء اللي بتحبوه من كل قلبكم وتوصلوا اللي بدكم اياه. واهم شغله واهم نصيحه فيني لكم اياها هو شغلتين، دائما تكونوا شغوفين هي اهم شغله، وثاني اهم شغله هو دائما تكونوا صريحين، وكل العالم بتحب اللي انتم عم تعملوه وعم تقدموه لانه انتم شغوفين وانتم صريحين تجاه الشيء اللي عم تعملوه. بعد ما سيرين اعطتنا التحدي كنت تايه طول الوقت،
في الفكره اللي ممكن يعني انفذها في الفيديو تبعي، وما اقدر استنى على ما اجلس مع سيلين عشان تساعدني شويه يعني توجهني. مرحبا زاهد. اهلا سيلين. شو كيفنا؟ حايس الى الان ما طلعت اي فكره كويسه. ما في فكره؟ ما في فكره ولا فكره ولا فكره. في اتجاه انه في ستديز يعني قالوا فيه انه يعني الهابينس معظم الاحيان يجي من الجيفينج العطاء. أوكي. ايوه انا عندي المعلومه بس مش عارف كيف اطلعها في الفيديو تبعي. مثلا هل اقدر اقول انه بالاعطاء يعني لا 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 لحظه ماني عم اتشك زاهد، بس حتى ما تكفي بفكرك لانه فكرتك غلط. تفكيرك بده يروح مش على نحكي عن ستدي ساينتفك ولا لا، بتخبر انه العطاء هو الشيء اللي بخلينا نكون مبسوطين ولا يعني سعيدين بحياتنا. بدك انت تعمل شيء يسعد غيرك. هيدا الفيديو منه ثيوريتيكال، لازم يسوي فيه شيء يعني بده يصير فيه شيء منه شي. ايه هيدا فيديو فيه تطبيق فيه، اللي هو انه انا بدي اعمل هيدا الشيء اللي ما بعرف شو هو بعد، انت بدك تلاقيه اللي بده يسعد هيدا الشخص ولا هالمجموعه من الاشخاص ولا القعده مع سيرين صراحه يعني كانت جدا جدا مفيده. يعني هي خلتني اعرف فين ممكن اوقف في البحث عن الفكره اللي في الفيديو تبعي. بعد ما أخذنا التحدي لهذا الأسبوع عملت الريسيرش تبعي، طلعت بفكرتين. بدي شوف سيلين شو بدها تقلي. الفكرة الأولى فكرة بسيطة وفكرة جدا سهلة إنها تتنفذ، واللي هي إنه بشوف واحد عم يلعب شغلة غلط بالنادي وبروح بعلمه كيف يعملها صح، منه أنا عملت معه عمل خير ومنه المتفرج بيعرف كيف يعمل التمرين. الفكرة الثانية اللي هي فكرة كتير حلوة بنظرتي بس فكرة صعبة إنها تتطبق، هي أعمل إيفنت بالنادي بيكون في إنتري فيه يعني، والفائز مثلاً بيفوز شغلة معينة شيء بسيط جداً. المصاري اللي كلها داخلين فيها بالكمبيتيشن كلها بتروح لجمعية خيرية معينة، ومنحاول إنه هذا الإيفنت يصير بشكل يعني مثلا كل 3 اشهر يصير هيدا الايفنت، يعني مو مره واحده نعمل الايفنت وخلص، يعني نصير نحاول نعمل ايفنتات اكثر، ندعم فيها لجان خيريه اكثر. فهذه الفكره الثانيه فكره كثير حلوه بس ما بتصور فيه يزبط لانه ما في وقت، وحتى يجي عالم على الايفنت وينعمل الايفنت ويعرفوا كل هيدا ويعرفوا فيه و و و بتكون قطع الاسبوع يعني. ف منا زبطه. ممكن التحدي يكون صعب بالنسبه لشخص مثلي، لانه اكثر شيء انا ممكن اعمله بعتبره هو عمل خير انه هو قناه اليوتيوب تبعتي انا فتحتها وبعطي فيها برامج وبعطي فيها معلومات وبعطي فيها كل شيء بدون اي مقابل، بس انا بقضي ساعات عم بعمل فيها الفيديو، فشلون بدي اعمل كل هذا بدقيقه واحده؟ اول فكره حلوه بس بتصور انه بدنا نعمل بعد شويه ريسيرش. جرب دقيقة شيء ثاني. اوكي. يكون هيك بيحرك المشاعر شوي أكتر، حسوا العالم إنه you made people happy. عرفت؟ يمكن أكتر من شخص واحد، يمكن هيك طريقة عفوية شوي أكتر. في حال ما طلع شيء بنمشي بأول فكرة. yes. okay. تمام. نحن صرنا هلأ بمرحلة كتير مهمة بالبرنامج، فإذا جبت لها لسنين فكرة ضابطة 80% وقالت لي بدلها أكيد رح بدلها، لأنه ممكن يكون هو سبب خسارتي بالبرنامج. اليوم قعدنا كامل مع بعض باش نتكلموا على الاغنيه ونشوفوا وين راهي واصله. نور الدين هو اللي كان مترأس الجلسه وخذ الدور على راحته. هلو شباب، شلونكم؟ انا اجتمعت بكم اليوم لان ما عندي وقت باكر. نبدي اول شيء احنا بنسوي اغنيه كلكم تعرفون، ورولا رجعت للمسابقه، هي اللي راح تساعدنا بالتلحين الاغنيه اللي احنا بنكتبها اللي راح تكسر الدنيا اكيد. رولا جتي ساعدتنا، كنا سعيدين انه شفناها وجدا ساعدتنا بالالحان وبالكلمات، هي بروفيشنال يعني. يوم انا كثير مبسوطه انه رجعت على انتورك، حسيت حالي رجعت هيك بالايام لورا، واللي خلاني اكون مبسوطه اكثر انه وجودي اليوم هون منه كرمال شيء غايه تنافسيه، يعني انا جاي اليوم لحتى ساعد الشباب والصبايا. نبدي بالكلمات، كلمات على اساس جنان ومحمود دي يكتبوها، طلعت عندنا موهبة سرية سمر أنطون.
شو اوكي اول جملتين مزبوطين بعدين اديها سمايل صح اوكي خلي البسمه عنوان خليها صديقك وين ما كان اوكي اوكي لو رحت اي مكان البارحه جيلان ومحمود هم المفروض يكتبون الكلمات وجيلان كمان كذبت بس كتبت لنا كلمات يعني ان الارض صحراء وسوف تنزل الامطار هاي الكلمات يعني ممكن مغنيه مثل يارا تغنيها بس مو احنا حنشوه الكلمات هي زعلت قالت لا يو كلماتي بالمية بالمية لو لا يعني ضيعت وقتي مبارح انا وقاعدة عم اكتب لهم كلام له معنى وكلهم رفضوا لانه حتى انه قلتوا مرتين لفهموا شو طب شريحة اطفال عم اقول والله الحكي كان كتير مفهوم له معنى هن لا بدهم هيسة وليسة ومسخرة وجو سخيف وغنية هابطة للأرض احلوا عني ما انا ما بكتب هيك شيء هابط لهالدرجة انا عندي شغلة بس لسمر ولمحمود بما انه انتوا اللي كتبتوا اي غنية بدها تنكتب لازم يكون لها يعني تكون قافية وتكون يعني مثلا هيدي لو متضايق والدنيا سودة من حواليك اوكي هيدا اول بارت تاني بارت لازم يكون على نفس على نفس الوزن لو متضايق لا انت ما بدك تكتب وتلحن بنفس انت بدك تكتب بس انا بقول لك تكتبين على نفس الوزن خلينا اقولها لك زين ممكن نكمل بعدين كلمات اللي حيسوي الاخراج هم نور وعبد وسنبل راشد انت قلت لي البارحه على فكره شنو كانت ايه انه حابب اللبس اللي نلبسه ما يكون يعني مو هيك لبسنا العادي يكون في كاركتر اكثر طالع باللبس الوان ايه هي الاشياء الجديده يعني ما بدنا فيديو كليب بايخ وواحد ينام وهو عم يتفرج يعني على قد ما الغنيه اذا الغنيه ناقصه الفيديو كليب يتفش الفيديو لفوق ايه انا اقول الوان نلبس الوان كذا اشكال نغير نغير مره الاشكال من اول البرنامج وانا وراشد عم ننافس بعض وهي لاول مره نحن رح نشتغل مع بعض انا متاكد 100% اذا اللي ببالي انا وراشد ونور ابراهيمي زبط رح يطلع الفيديو كتير حلو اي نو الكل مشغول بالفيديوهات مالته الكل بعد افكار بدها تطلع والتصوير مع جوجين وهاي بس تاكدوا اذا الفيديو رح يطلع حلو والاغنيه هاي رح تطلع حلوه رح تكون في الذكرى يعني نبقى نتذكرها وتكون اتمنى انه تصير فايرل والكل يشوفها نحن دبنا الفيديوهات تبعنا لحقان لسه فوق تحدي جديد وكل حدا برأي شكل يعني نحن كيف نعمل عمل مشترك كل واحد رأيه شكل رولا شو برأيك اللحن كيف بده يكون انه اكيد حنعمل لحن ما بده احساس يعني انا عامل لحن مهضوم كل حدا في غني يعني طالعين جيتارتش وتسمعين بودكاست بس هي ما تزبط تنتين راب راب اول واحد يكون نفس ده بس بعدين تتغير حسيت عبد الرحمن اول ما جيت هيك كان شوي صغيره متفاجئه او شوي ما عجبه الموضوع حتى انه لما طلعت باللحن حسيته دغري انتقدني انه هذا لازم يكون خرج سبيس تون بوقت انه كل اللي حوالي حبوا اللحن وبالعكس كلهم قالوا لي انه يلا خلينا نكفي فيه في الاول ما كنت مقتنعه باللي رولا جي هي اللي دير اللحن بدينا نتكلموا مع بعض هي ما عجبهاش الحال احنا واش قلنا واحنا ما عجبناش هي واش قالت بعد شي 5 دقائق تفهمنا كامل وخرجت الاغنيه بزاف شابه ثانك يو يعطيك العافيه وان شاء الله استفاديتوا من كلاس اليوم وين الصفقه مالتي شكرا 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 ثانك يو
بالشين.